بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الحال أعزائي الطلبة؟ درسنا اليوم بعنوان الهمزة المتوسطة. تحدثنا في مراحل سابقة وفي صفوف سابقة عن هرم الحركات، وقلنا بالنسبة لهرم الحركات بأن الكسرة هي أقوى الحركات، ثم يليها الضمة، وتليها الفتحة والسكون، ثم السكون التي لا تكاد أن تكون من الحركات. وقلنا أيضا في صفوف سابقة وفي مراحل سابقة بأن الكسرة يناسبها النبرة، وبأن الضمة تناسبها الواو، وبأن الفتحة يناسبها الألف. الآن أعزائي الطلبة، لو تأملنا الكلمات في المثال الأول، كلمة المصائد وكلمة الذئب، ما الأسباب التي أوجبت كتابة الهمزة في كلمة المصائد وكلمة الذئب هنا على نبرة؟ فالهمزة المتوسطة تكتب على صور، يا إما تأتي على نبرة أو على ألف أو على واو كما في الأمثلة. أما بالنسبة للأمثلة في المجموعة الأولى، كلمة المصائد وكلمة الذئب، كلمة المصائد هنا كتبت الهمزة على نبرة. هنا حركة الهمزة هي الكسرة، هي حركة الهمزة هي الكسرة، وقد سبقت بحرف ساكن. وقلنا سابقا بأن الكسرة أقوى من السكون، واضح؟ الآن بالنسبة لكلمة الذئب، كتبت الهمزة هنا أيضا على نبرة، حيث أن حركة الهمزة هنا هي السكون وسبقت بالكسرة، والكسرة أقوى من السكون، لذلك كتبت الهمزة هنا على نبرة.